الشانتي الاول اللي خدمناه جوستومون في الشانتي خلينا نقولوا نحن وفي الارض نتاع القسط الاول اللي ديجا موجود تويكا، وخدمنا شويه كيف كيف على البنيه التحتيه القديمه. ما نساوش انه هذه دار الشباب، هذه المركب الشبابي هو من اقدم المركبات الشبابيه على المستوى الوطني، ثاني دار شباب على المستوى الوطني المركب الشبابي طريق المطار. ثم قسط أول أنجز أخذناه 23 ديسمبر 2021 تسليم نهائي. كان معناتها مبرمج أنه ما نتأخروش برشا ونبدأه في القسط الثاني. توا عندنا تأخير بعامين والقسط الثاني التولى انطلق، وكما تعرف أنه كل تأخير يسبب خسائر مادية، لأنه إذا كان عندك أنت 3 مليارات و 200 مرصودين في مشروع وتؤخر عليه عامين ما عادش يكفيه. تعرف انت بصفه عامه ديما في الملفات او المتابعات الاعلاميه، ومش كان حتى في المتابعات الاعلاميه، حتى في الدنيا تقريبا صعيب انك تجمع المسؤول وتجمع المجتمع المدني. فالبرنامج يعني من شانه انه يجمع هذا الكل في نفس الاطار في نفس النقطه، يحاول انه يخدم كما عملنا اليوم على حلحله المشاريع. فهذا هو دور الاعلام في اعلام الحلول بالاساس، وصحافه الحلول اليوم، وانه نلقاو الاجابات الشافيه والضافيه على اسئله تبقى معلقه. والحمد لله البرنامج كان عنده دور كبير برشا من أول موسم وإلى حدود اليوم، وأنه يخلق الحلول اللازمة ويخلي المسؤول قدام المسؤوليات متاعه المناطة بعهدة متاعه، لأنه تقريبا كي يعطي كلمة قدام الإعلام ويكون يقول له باش يصير في كذا كذا وما يصيرش من بعد، كأنه يعني أخل بالمضغط هذيك قدام المجتمع بصفة عامة وقدام المتابعين وقدام حتى المواطنين. التأخير هذايا بالطبيعة يكبد خسائر كبيرة للدولة، كلها تأخيرات، كل تأخير هي خسائر. جي تبع علاش قاعدين نتأخروا علاش قاعدين نخسروا في الوقت ونخسروا في الفلوس. الحكاية كاملة هي تعقيدات وإجراءات وأشياء اللي أنا نتصور يجمو يلقاو فيها حل إذا كان خلوا باش التشريعات تكون فيها سوبل شوية. القسط الثاني هو مبيد كما قاعد تشوف الصورة، هو مبيد زوج أجنحة، كل جناح فيه 25 غرفة، ولوطة فما غرف ذوي الهمم، وكذلك يحتوي على مطعم ويحتوي على إدارة المبيد ويحتوي على مطبخ. إذا كان تم عراقيل على المستوى الجهوي فيسعدنا وأن نقوم بإماطة اللي تم عليها وحلحلتها مرة أخرى، سينو إذا كان تم أكيد يعني خلينا نقولون عندي لكون على المستوى المركزي زادة كيف كيف، وهذا زادة كيف كيف دعوة حتى للنواب وأن يكونوا حاضرين معنا في مختلف المشاريع اللي حاضرة على عين المكان، سواء كان في داخل صفاقس في قلب المدينة أو في مختلف المعتمديات. بعد برنامج اليوم واللي سمعته أنا اليوم حاليا فرحان شويه، لانه قالوا الجمعه الجايه الاسبوع المقبل يهبط لابيل دوفر، وان شاء الله بعد شهرين يبدا الاشغال. كما قلت لك فما لكن انه بتات العروض تجي اكثر من الاعتمادات. سيد المندوب قال ينطلق المشروع والوزاره باذن الله تتكفل انها تكمل المشروع، وانا متاكد انه الوزاره انها تتكفل، خاصه اذا تكون المشروع في الزياده في حدود 200 3 400 مليون الوزاره ما تدخل. ما قلق من شويه سي مكرم بوعصيده، الحلوه اني نهار اخر كي نتعدى نقول الحمد لله ساهمت وانه يكون تمام ميلاد لهالمنشاه هذه او غيرها. ان شاء الله يجوا طلب العروض يخرج، وبعد الشهر نعرفوا شكون المقاول ان شاء الله. لوموان ديزون
ديسكريسيون معناها في طلب العروض يكون في حدود المرصودة، أو إذا كان الجواز ما يكونش تجاوز كبير اللي هي خلينا نقصه في المشروع أو يعني ماني قلت لك نخاف أنه يكون التجاوز كبير سقف اللي يخلي الوزارة تقول لك أنا ما نجمش نوفر لك سنة المبلغ، ابدأ وبعد تو نشوف نعطيك شطر ولا نقص شطر، إن شاء الله هذا كل ما يصيرش.